بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي، مرحبا بكم في قناة درس إنجليزي مع مستر عوض ربيع. في الأول بشكر كل من بيتابع قناة درس إنجليزي مع مستر عوض ربيع، واللي بيشوفنا لأول مرة ما ينساش يفعل الجرس ويشترك في القناة عشان يوصله كل ما هو جديد. معانا النهاردة كلمات الوحدة التانية كلها اللي هي How are you feeling؟ How are you feeling؟ زي ما انتوا حضراتكم شايفين قدامكم الجيم، زي ما سبق وقلت قبل كده، عامل جمع الكلمات الدرس ده في جدول واحد عشان حضرتك وحضرتك تستفاد بدرجة كبيرة جدا ويريحك في الحفظ، وعامل كمان براكتس وتدريبات شاملة متدرجة من المستويات كلها. تمام، ركز معايا. معانا كلمة فنان ارتست، ارتست. معانا يصلح اسمها ريبير، repair. فن الخط calligraphy، calligraphy. الخياطة أو الحياكة swaying، swaying. عصام ديف، ديف. لغة الإشارة خلي بالك هنا جي silent، تكتب ولا تنطق، sign language، sign language. كشك الطعام food stall، food stall. مهارة skill، skill. كلمة جار اسمها neighbor، neighbor. neighbor. سائح tourist، tourist. يركن السيارة park، park. جناح أو قسم أو عنبر اسمها ward، ward. المرضى patients، patients. يلوح بيدي wave، wave. بعد كده معانا عامل مركز الاتصال اسمه call center worker، call center worker. ضابط شرطة police officer، police officer. مهندس كمبيوتر computer engineer، computer engineer. عامل في محل shop worker، shop worker. ممرضة nurse، nurse. بائع طعام بالشارع اسمه street food seller، street food seller. بعد كده طباخ اسمه cook، cook. يدهن أو يلون paint، paint. كلمة يرقص dance، dance. هدية present، present. رائع fantastic، fantastic. يبحر sail، sail. لوحة مفاتيح اسمها keyboard، keyboard. يبدو seem، seem. بعد كده معانا choose and complete، يعني اختار وكمل، جايب لك كلمات زي كلمة repair يصلح، كلمة computer engineer مهندس كمبيوتر، shop worker عامل في محل، nurse ممرضة. معانا أول سؤال بيقول لك my aunt عمتي works بتعمل as a nurse، she looks after بتعتني ب sick people الناس المريضة، you mean a nurse الممرضة. بعد كده I asked the mechanic أنا طلبت من الميكانيكي to not my car السيارة because it broke down لأنها تعطلت، يبقى repair يصلح. بعد كده I always دائما help beside my brother أخويا repair في تصليح his computer so I'd like and I would to be إن أنا أكون computer engineer مهندس كمبيوتر، computer engineer. بعد كده معانا language expressions التعبيرات اللغوية، عندنا زي ما احنا قلنا حضراتكم قبل كده الفعل مع الاسم catch fish يصطاد سمك catch fish. كلمة يأخذ راحة have أو take a rest، have أو take a rest. يستعد get ready، get ready. كلمة يفاجئ give a surprise، give a surprise. عندي كمان كلمة يعد اللي هو مين كتاب فن الخط اسمه make a calligraphy book، make a calligraphy book. أو يتأكد اسمها make sure، make sure. بعد كده معانا صفحة 49 اللي هي بتتكلم على البروبوزيشنز وحروف الجر اللي موجودة في الدرس الأول والتاني. عندي كلمة في البيت اسمها at home، at home. يعتني بي look after، look after. بجوار النافورة by the fountain، by the fountain.
يتطلع الى لوك فورورد تو، لوك فورورد تو بس بيجي وراها فعل مضاف له اي ان جي ام اس. يتواصل معك كوميونيكيت ويز، كوميونيكيت ويز في قارب اون اباوت، اون اباوت متحمس بخصوص، اكسايتد اباوت، اكسايتد اباوت مشكله في، بروبلم ويز، بروبلم ويز يذهب في رحله، جو اون ا تريب، جو اون ا تريب. علبة فول 10 of beans، 10 of beans. بعد كده معانا الكونجكشن، التصريفات الافعال الريجولار، افعال غير منتظمه، كلمه يمسك او يصل اسمها كاتش، تصريفاتها كود، كود، كاتش، كود، كود. يتحدث سبيك، تصريفاتها سبوك، سبوكن، سبيك، سبوك، سبوكن. يقود او يسوق سياره، درايف، تصريفاتها دروف، درايفن، درايف، دروف، درايفن. يسبح او يعوم، سويم، سويم، سوام، سويم، سويم، سوام. يسمع، هير، هيرد، هيرد، هير، هيرد، هيرد. يعلم او يدرس، تيتش، توت، توت، تيتش، توت، توت. كلمة يصيب او يؤذي او يؤلم، هارت، 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 هارت. يفهم، understand، understood، understood، understand، understood، understood. يخيط، سوي، سويد، سوين، سوي، سويد، سويد، سوين. يرتدي، wear، worn، worn، wear، worn، worn. بعد كده معانا ال words وال opposites، الكلمات وعكسها. كلمة يشعر بملل اسمها bored، bored، عكسها منفعل أو متحمس، excited، excited. مزدحم، busy، busy. متفرغ، متفرغ، free، free. جوعان، hungry، hungry. ممتلئ أو شبعان، full، full. كسول، lazy، lazy. نشيط، active، active. جميل أو رائع، lovely، lovely. قبيح، ugly، ugly. آمن، safe، safe. خطير، dangerous، dangerous. يبقى ويقيم ويظل، stay، stay. يغادر، leave، leave. تقليدي، traditional، traditional. حديث أو عصري، modern، modern. بعد كده جايب لك practice على الكلمات اللي هو عرضها قدام حضراتكم، قلنا طريقة جميلة جدا في العرض. بعد كده معانا choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. بيقول لك جايب لك كلمات زي on و modern و cold و speak و for. number one بيقول لك when I went to snorkeling، عندما أذهب إلى سنورك الغطس بأنابيب، with my family مع عائلتي، I stayed بانكوس not تبوت القارب، because بسبب I was afraid، لأني ببقى خائف. يبقى كلمة on، stayed on، يبقى على. بعد كده yesterday بالأمس، we not fish السمك، الزلاج في البحيرة، and it was so much fun، كان مزيد من الفرح والمتعة. يبقى اصطدنا اسمها caught، الماضي من catch. بعد كده سوزان likes، بتحب to wear، يعني ترتدي traditional clothes، ملابس تقليدية. the opposite يعني عكس أو المقابل لكلمة traditional، تقليدي، هي كلمة حديث، modern. بعد كده I am bilingual، يعني متعدد اللغات. I cannot two languages، اثنين من اللغات. أستطيع أن أتحدث، يعني أتحدث speak. بعد كده حضرتكم معانا صفحة 50، فيها language notes، ملاحظات لغوية على الدرس. أول ملحوظة معانا look forward to، ما تتخدعش وتقول لي إن دي اسمها to المصدرية، لا طبعا، بيجي وراها فعل مضاف له ing، يا إما noun اسم، زي أقول I look forward to going، فجبت هنا الفعل مضاف له ing، going home and having a rest. She looks forward to، يتطلع إلى her birthday party، لحفلة عيد ميلادها. فكلمة birthday party ده اسم وليس verb زائد ing. عندك كمان في language notes، الملاحظات اللغوية اللي موجودة في الدرس اللي عرضها كتاب الجيم بطريقة شيقة جدا، معانا الصفة المنتهية بال ed، الصفة المنتهية بال ing. الصفة المنتهية بال ing سبق وإحنا شرحنا الدرس ده وقلنا إن ال ing هي التي تسبب الصفة، يعني لوصف الاسم، سواء الاسم ده شخص أو شيء،
بس هو الذي يسبب في الشعور، يعني المؤثر. أما الإي دي هو الذي شعر بالصفة لوصف الشعور اللي هو المتأثر، زي أقول the lion الأسد is standing يقف in front of the gods أمام الماعز، the lion الأسد is frightening خائف، the gods الماعز are frightening. يبقى دي اي ان جي لانه هو الذي سبب الصفه، والاي دي لانه هو الذي شعر بالصفه. عندك كمان في اللانجوج نوتس الملاحظات اللي موجوده في الدرس ده كلمه would prefer to. احنا عارفين كويس ان كلمه prefer بيجي وراها فيرب زي الاي ان جي، يعني كمان معاها تو الفعل في المصدر، بس اذا سبقها would اللي هي ابوستروف دي بيجي معاها تو الفعل فين؟ في المصدر. زي اقول I would prefer، انا بفضل to study ان انا اذاكر English in England في انجلترا. بعد كده choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. Number one بيقول the film، الفيلم والصناع that I feel شعرت asleep بالنوم before it finished، قبل ما ينتهي. استخدم كلمة هنا الصفة المنتهية بالED ولا الصفة المنتهية بالING؟ الصفة المنتهية بالING، يبقى كلمة boring، شعرت بالملل. بعد كده I would prefer، أنا بفضل not ice cream for dessert، على التحلية instead of بدل من الكيك. خلي بالك كلمة would prefer لسه هنا الوقت بيجي معايا to الفعل في المصدر، يبقى to have. بعد كده I am looking forward، أنا بتطلع إن هو أتعادل at the weekend. قلنا look forward to بيجي وراها to الفعل زائد ing، يبقى to meeting. بعد كده معانا ال words والsynonyms، الكلمات والمرادف بتاعها، وعندك الانترم كمان العكس اللي موجود في الدرس. عندك كلمة بارد اسمها cold، cold بتساوي cool، بارد cool، جميل أو رائع lovely، lovely تساوي كلمة beautiful، beautiful. عندك كمان suffix اللاحقة اللي موجودة في الدرس المقطوعة IOUS زي كلمة danger، بتحول الاسم اللي هو noun إلى adjective تبقى dangerous. أما كلمة AL بتحول برضو الاسم إلى صفة زي كلمة tradition، traditional، tradition، traditional. بعد كده حضراتكم معانا صفحة 62 الدرس الثالث والدرس الرابع، ركز معايا شباب. معانا مطار اسمها airport، airport عادي normal، normal بمفرده alone، alone يسترخي relax، relax الحشد والجمهور crowds، crowds head sharp، sharp صحراء desert، desert جلد اسمه scan، scan كلمة ممتن أو شاكر grateful، grateful مألم أو مخطط striped، striped ضيف guest، guest حقيبة سفر suitcase، suitcase السعادة happiness، happiness مراهق teenager، teenager مسجد mosque، mosque يعامل ويعالج اسمه trade، trade الطبيعة nature، nature حفل زفاف wedding، wedding. بعد كده معانا بالغ من العمر aged، aged مجلة magazine، magazine يستمر continue، continue جبل mountain، mountain مثير exciting، exciting ميناء port، port مضحك funny، funny من المحتمل probably، probably تل أو هضبة hill، hill صخرة rock، rock إنسان human، human بدلة sweat، sweat زوج husband، husband إزالة الأعشاب الضارة weeding، weeding متخلعش في كلمة زفاف، يضحك laugh، laugh الشباب young people، young people. بعد كده معانا choose and complete اختار وكمل، جايب لك كلمات في البوكس الصندوق زي كلمة husband و crowds و normal و grateful. ارجع للكلمات اللي هو جايبها لك بطريقة شيقة جدا في مربع واحد، هتعرف بالظبط الجيم عامل ايه في choose and complete. بعد كده a lot of الكثير من not، where standing يقفون، around حول the players اللعيبة، after the match بعد المباراة، يبقى ده مين؟ الكراودز الحشد او الجمهور. بعد كده امير is my not، we got married تزوجنا 2 years ago منذ عامين، يبقى ده مين؟ husband زوج.
بعد كده I am not to all the teacher كل المدرسين for their help للمساعدة بتاعتهم. يبقى احنا شاكرين أو ممتنين بكلمة grateful. بعد كده معانا صفحة 63، عندك الـ expressions التعبيرات زي ما احنا قلنا، الـ verb مع الاسم أو الصفة، adject اللي هو catch a plane يلحق بالطائرة catch a plane، يحصل على اسمها get a rest get a rest، يتزوج get married get married، get text اللي هو يتلقى رسالة نصية get texts، كلمة do do well يعني يؤدي بشكل جيد، do wrong يخطئ do wrong، عندي كمان كلمة feel better feel better يشعر بتحسن، عندك كمان كلمة get get worried يعني يقلق get worried، يكون صداقات make friends make friends، يلتقط صورة شخصية اسمها take a selfie أو take a photo. عندنا كمان بعض البروبوزيشنز وحروف الجر الموجودة في الدرس زي الأول مرة for the first time for the first time، سعيد أو مصروف بخصوص اسمها happy about أو pleased about happy about أو pleased about، كلمة يركب طائرة اسمها get on a plane get on a plane، في رحلة on a trip to on a trip to، يدخل go into go into، يبتسم لي smile at smile at. عندنا كمان حروف الجر اللي موجودة في الدرس ده كلمة behind خلفة behind خلفة، في الوسط in the middle of in the middle، عندك أمامة in front of in front of، على اليسار on the left on the left، في الخلفية in the background in the background، على اليمين on the right on the right، في المقدمة أو الطليعة اسمها in the foreground in the foreground، نحو اليمين أو اليسار towards the right أو towards the left towards the right أو towards the left. بعد كده معانا الconjunction اللي هي تصرفات الأفعال الإرجنال فيربس الأفعال الغير منتظمة، عندنا كلمة يختار اسمها it choose، التصرف بتاعها it choose it chosen it choose it choose it chosen، كلمة يعرض ويبين ويوضح اسمها show shout shout show shout shout، يطير fly flew flown fly flew flown، كلمة يعلق اسمها hang 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 hang، يفوز win one one يفوز win one one. بعد كده معانا ال words وال opposites الكلمات وعكسها، معانا أول كلمة كلمة غامق أو مظلم اسمها dark عكسها light dark light، عادي normal عكسها abnormal normal abnormal، ودود friendly عكسها unfriendly friendly unfriendly، win يفوز عكسها lose يخسر win عكسها lose. بعد كده حضراتكم معانا صفحة 64، ركز معايا يا شباب، عندنا choose and complete جايب لك win وflu وfeel وon when، يقول لك tomorrow غدا we are going to get not a plane سوف نركب الطائرة and visit a new country ونزور البلد الجديدة، يبقى دي كلمة get on. بعد كده the opposite عكس أو مقابل lose يخسر عكسها يفوز يعني يفوز when. بعد كده drinking شرب warm soup شربة دافئة can make you ممكن تجعلك not better أفضل when you have a cold عندما تصاب ببرد يبقى تشعر اسمها feel. بعد كده I not to London إلى لندن 2 weeks ago منذ أسبوعين I did أنا فعلت a lot of shopping التسوق زين هناك يبقى طرت اسمها flew. بعد كده معانا الـ language notes الملاحظات اللغوية الموجودة في الدرس الثالث والدرس الرابع، شايفين حضراتكم الطريقة الشيقة للجيم وبيعرضها
جايب لك language notes زي كلمة make يصنع ويجعل، بيجي وراها المفعول ثم الصفة يا إما الفعل في المصدر من غير to، زي the trip الرحلة made the children happy، هنا جبت ال adjective الصفة. This medicine has الدواء will make you so فيجعلك feel تشعر better، فجايب لك كلمة feel هنا الفعل فين؟ في المصدر. برضو من الحاجات الجميلة اللي هو الجيم عارضها معانا السنة دي حاجة جميلة جدا، جايب لك الديفينيشن برضو في جدول واحد عشان برضو تتمكن وتعرف كل معنى كلمة معناها ايه بالانجلش. معنى كلمة alone بمفرده يعني تعرفها not with other people، ليس مع ناس آخرين. كلمة desert صحراء، an area منطقة، of very dry land من الأرض الجافة. كلمة grateful شاكر أو ممتن، feeling happy يشعر بالسعادة، about the good things من الأشياء الجيدة in your life في حياتك. كلمة nature الطبيعة، everything كل شيء، in the world في العالم، that it is not made by human ليس مصنوعا بواسطة الإنسان أو البشر. كلمة normal طبيعي تعرفها، usual معتاد، not different ليس مختلفا. teenager مراهق، a boy ولد or girl أو بنت، يجد في يبلغ من العمر 13 إلى 19 عام. بعد كده معانا ال words والسينمين المرادفات بتاع الدرس الثالث والدرس الرابع، جايبها لك برضو في جدول واحد. عندك كلمة يسترخي relax بتساوي كلمة calm، عندك كلمة يفوز win برضو بتساوي كلمة beat يهزم، بس هنا كلمة win يفوز عكسها كلمة beat يهزم، تمام؟ يبقى دي الكلمة وعكسها هنا في الجملة التانية. أما هنا جايب لك السافكس اللاحقة زي كلمة صديق اسمها friend، هنزود لها الواي عشان تحول الناون الاسم إلى adjective صفة تبقى friendly. كلمة happy سعيد ممكن نزود لها ness تحول من adjective الصفة إلى noun اسم زي كلمة happiness. بعد كده معانا الدرس الخامس والدرس السادس صفحة 75، معانا كلمات زي كلمة تهانينا وألف مبروك اسمها congratulations، حاول تقسمها congratulations. شفقة أو حزن اسمها pity، يتحسن get better، يعد ويجهز prepare، تحيات greetings، أحسنت well done، ينجح في pass، يقلق worry. بعد كده مذهل amazing، تدريب كرة القدم football practice، مدرب coach، يتخيل imagine، يخمن guess، يفتقد mess. بعد كده جايب لك choose and complete، اختار وكمل، جايب لك كلمات زي كلمة mess، كلمة pity، كلمة move، كلمة words. هترجع للعمود والجدول اللي هو جايبه لك بطريقة كويسة، هتعرف معاني الكلمات بعد ما تحفظها. عندنا number one، we felt شعرنا not for the child الطفل who lost الذي فقد his family عائلته in the accident في الحادثة، يبقى شعرنا بال pity بالشفقة. بعد كده I not my friend صديقي who traveled الذي سافر abroad خارج البلاد، أنا افتقدته كلمة مس. My mom أمي always دائما not about me عني when I go out عندما أخرج alone بمفردي، تقلق يعني كلمة worries. بعد كده معانا ال language expressions اللي هي التعبيرات اللغوية، قلنا لازم الفعل مع الاسم أو الصفة اللي موجودة زي كلمة do house do hours of homework، do hours of homework اللي هي يقوم بساعات من الواجبات المنزلية. كلمة pass an exam يجتاز امتحان، pass an exam. كلمة go من الأفعال برضو بيجي وراء ing مع الرياضات زي go swimming يذهب للسباحة، go sailing يذهب للإبحار. عندنا كمان بعض البروبوزيشنز وحروف الجر الموجودة في الدرس زي كلمة congratulations on يهنئ أو مبروك على، speak to يتحدث إلى speak to، يرد على respond to
كلمة آسف على sorry to، بس هيجي وراها الفعل في الماضي sorry to. بعد كده بمرور الوقت with time، with time. بعد كده معانا يا شباب صفحة 76 معانا ال words وال opposite، الكلمات وعكسها، زي كلمة difficult صعب و hard عكسها كلمة easy سهل. difficult hard easy. كلمة يجتاز وينجح اسمها pass عكسها fail يفشل ويرسب. pass fail. ناخد كده choose and complete، اختار وكمل. عندك كلمات زي ما جايبها لك في البوكس كده، زي كلمة going fail to at. بيقول لك yesterday بالأمس I spoke تحدثت not my friend صديقي on the phone في الهاتف and we talked تكلمنا about our last trip. يبقى كلمة to speak to. بعد كده مازن is happy سعيد because he passed لأنه اجتاز his driving test اختبار القيادة. he didn't هو لم يفشل يبقى fail. بعد كده today اليوم we are not sailing البحار after school بعد المدرسة. قلنا الرياضات اللي اخرها ing الفعل مين اللي بيجي وراه كلمة go تبقى going. بعد كده معانا السينمين اللي موجود في الدرس ده، زي ما حضراتكم شايفين الجيم عامله في مربع واحد. كلمة difficult صعب difficult، السينمين بتاعها او المعنى hard hard difficult hard. ينجح pass بتساوي succeed in succeed in. جايب لك كمان السافكس اللاحقة زي كلمة amaze يذهل لما تضيف لها ing بتحول الفيرب الفعل إلى صفة adjective زي amazing. كلمة congratulate يهنئ لما تزود لها ion تحول الفيرب الفعل إلى noun اسم زي كلمة congratulations.